السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد الجرحى الموجودين بدولة كرواتيا، وهني الشعب الليبي عامة، وهني أفراد القوات الخاصة، وهني الشباب المرابطين في الجبهات، وكل عام وأنتم بألف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام أنتم طيبين، كل سنة طيبين، ورب يحفظ قيادتنا، ورب يحفظ خليفة بن قاسم حفتر، ورب يحفظ جيشنا. نحن قاعدين في حاليا في كرواتيا وقاعدين تحت العلاج، عالجوا مجموعة الشلل، ربي يحفظ قيادتنا بالكامل، وربي يحفظنا نحن وجميع كان كلنا كل سنة طيبين، وربي يحفظ جرحانا وإن شاء الله بالشفاء العاجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحد أفراد قوات المسالحة العربية الليبية، وأحد الجرحى المتواجدين بالعلاج دولة كرواتيا. نحب نهني الشعب الليبي كافة بقدوم عيد الأضحى المبارك، وهني القيادة العامة لقوات المسلحة العربية الليبية، ونهني جنود المرابطين في جبهات. نتمنى إن شاء الله من الله عز وجل النصر القريب بعد الغزو التركي والميليشيات المحتلة العاصمة والمنطقة الغربية. ونحب نقول لهم إن شاء الله كل سنة وأنت طيبين، ونعاد عليكم بالصحة والعافية، ونعاد على الشعب الليبي كله بالصحة والعافية، وإن شاء الله يا رب ينصر جيشنا، وإن شاء الله نتمنى العودة للوطن في أقرب وقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحد الجرحى الموجودين في دولة كرواتيا للعلاج. نهني الشعب الليبي والقيادة العامة القوات المسلحة العربية الليبية بنسبة قدوم عيد الأضحى المبارك. نتمنى النصر لقواتنا المسلحة المرابطة في جميع المحاور والجبهات ضد الغزو التركي الغاشم. ونتمنى كل الخير وكل الأماني للشعب الليبي الكريم، وتوحد البلاد وتحررها في كافة تراب الوطن. وكل عام وأنتم بألف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحد أفراد قوات المسلحة العربية الليبية، واحد جرحى المتواجدين بدولة كرواتيا. أحب أنني الشعب الليبي وقيادة العامة قوات المسلحة العربية وجنودنا المرابطين بالجبهات، ونحب نقول لهم كل عام وأنتم بخير، ونتمنى العودة في أقرب وقت ممكن لأرض الوطن.